موضوعتنا لهذه الرحلة الممتعة إن شاء الله. سنتكلم بداية عن خماسية الصحة النفسية. تقولي وش دخل الصحة النفسية في النجاح؟ إيه؟ هي أساس النجاح. الإنسان اللي حقق النجاح في الدنيا وفي الآخرة هو إنسان يهتم بصحته النفسية، صحيح نفسيا ومتوازن مع نفسه، قدر ينجح في الدين والدنيا. كيف نتعامل مع الضغوط النفسية؟ لما يكون عندي ضغوط كيفاش نتعامل معها؟ ثم حنتكلم على نموذج الذوات وش معنى كيفاش تكون، ثم نتكلم كيف نخطط للنجاح، ما هو الفرق بين الأحلام والأمنيات والأهداف، كيفاش نصوغ الأهداف اللي لازم نحققها، وأخيرا سنختم بقواعد في التواصل مع الآخرين. هذه هي المحطاتنا لهذه الرحلة. نبدأ بخماسية الصحة النفسية. أولا خليني نسألكم ونطلب منكم ترتبوا لي 5 أولويات في الحب عندكم. 5 أولويات، يعني شكون رقم 1، شكون رقم 2، شكون رقم 3، شكون 4، شكون 5. هاي اكتبوا رتبوهم بعد قولوا لي، اعطوني الجواب. فكروا 30 ثانية ولا دقيقة واعطوني الجواب. هو أكيد اللي نتفقوا عليه رقم 1 هو الله، ما حش نختلفوا، ورقم 2 هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما حش نختلفوا، ثم 3 4 5 ديروا واش تحبوا. هو شوف الله 1، الرسول عليه الصلاة والسلام 2، نفسك رقم 3. طيب هل هذا كي نقول نفسي رقم 3 هذا معناه تقصير تجاه والدية؟ أبدا، بالعكس تماما، لأنه أنا نفسي أحب لها الجنة. طيب كيفش ندخل الجنة؟ لازم نطيع والدية رقم 4. طيب نفسك حبيتي لها الجنة، باش توصلي الجنة تخدمي زوجك رقم 5. فتلقاي إذا نفسك رقم 3 تلقاي رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 تخدميهم وتحبيهم ورفدتهم فوق راسك. علاش؟ ليس لأنهم يستحقون، لأن نفسك تستحق أن تطأي بها الجنان. هذا ما كان راكي تخدميهم، صح خدامة لنفسك، أما اللي دارت 3 و4 والدية وزوجي وأولادي راح توقعوا في مشكلة. وش هي المشكلة؟ أنه يعني الآجال بيد ربي سبحانه، صح؟ احنا الأجل ديالنا راهو معانا، بصح الأجل تاع ناس واحد أخرين راهو مرتبط بناس واحد أخرين. أنا ندير والدية رقم 3 هكذا، وأولادي رقم 4، ومن بعد ندير نفسي رقم 5. تبعوا مليح معايا، أنا أجل تاع والدية والأجل تاع أولادي وزوجتي ماهوش مربوط بيا، ومربوط بهم، فنقدر نفقدهم هادو حسب واش قدر ربي. فإذا فقدتهم رقم 6، إذا فقد 3 و4 في الترتيب، واش يصرى له رقم 6؟ انهيار، صح؟ لكن لما الله الرسول ثم نفسك ثم 4 5 6 دير واش تحب. هنا نفسك لما تفقد 3، لما تفقد رقم 4 تبقى تحافظ على نفسك، تحزن نعم لأنك بشر، لكن لا تنهار، لا تكتئب، لا تحبط، الحياة ما زالت مستمرة ما دام الله موجود، فالحياة مستمرة. لما تفقد رقم 4 تبقى الحياة، تفقد 5 تبقى الحياة، تفقد 6 تبقى الحياة، وهكذا. زيد 1 و2 و3 نفسك اللي هي درتها 3، هذا دليل كي ترتب هادو 3 صحيح نقول لك هذا الإنسان عنده حب صحي، هذا ما خافوش منه. مام رقم 4 إذا درتي زوجك راح تحبيه حب صحي، وإذا درتي والديك راح تحبيهم حب صحي، ماشي حب مرضي. كاين الحب المرضي اللي هو إما حب تملك أو حب تعلق. حب التعلق أنك تعلقي قلبك بإنسان مهما كان ذاك الإنسان، لأن القلب لا ينبغي أن يتعلق إلا بالرب سبحانه وتعالى. أما البشر فهم اليوم كاينين غدوة بعاد، اليوم قراب غدوة بعاد، اليوم حيين غدوة ميتين، اليوم صحاح غدوة مراد، فعلق قلبك بالحي الذي لا يموت فقط. أما البشر حبهم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا التوسط في المشاعر مهم جدا، والتعلق لا يكون إلا بالله. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما أحب زوجته هاجر حبا كبيرا، علمنا من خلال إبراهيم كيف
ابجديات الحب. هذه زوجة اللي تحبها خدها وديها وحطها في واد غير ذي زرع وروح وخليها. هيا نشوفوا لا تقدر تديرها. فلو كان جاي يحب زوجته اكثر من نفسه كانش يديرها، يضيع نفسه ويضيع النبوة ويضيع الرسالة وما يديرهاش. لكن لما كان يحب نفسه سبق كان الله ثم نفسه نفسه، فقدر يضحي رقم ثلاثة. لماذا؟ من أجل رقم واحد والله. ودى زوجته حطها. أباك شحال صعيبة راجل يسمع زوجته تقول له يا إبراهيم أتتركنا هنا وحدنا؟ مالقي زعما تشجع وداها حطها بصح هذه الكلمة ينهار. أتتركنا وحدنا؟ ما عندوش جواب. أتتركنا وحدنا؟ ثم هي فهمت باللي ما دام يحبها مستحيل يخليها هنا وحدها إلا إذا أن الله الذي يحب أكثر مني هو الذي أمر. فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت روح لنا كن مني ما دام هو اللي أمرك خلاص كما حتى نحب واحد بين عناش. ولما حب وليده الذي جاءه على كبر 81 سنة باش بولد، ولما حب وليده لما بلغ معه السعي دم عبه ويوقف معه ويجري عبك. الأم تحب وليدها كي يكون بيبي أكثر، صار الأب معه راجل أكثر كي يعاونه ويولي يوقف معه. فلما تعلق قلبه به إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله الرسول ثم نفسك ثم بعدها رتب واش تحب. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يصارح بالمشاعر دياله. عمر راح يصارح بالحب. سمعوا عمر شو يقول؟ والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا من نفسي. نحب نفسي أكثر منك اسمح لي، إلا من نفسي ما زلني نحب نفسي أكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لازم يصحح له غادي غلطة. قالوا لا يا عمر، يعني لا يكمل إيمانك وما راحش يكون حبك صحي. لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر عاود صححها ثم الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ علاش ما قالوش لا يا عمر حتى يكون أولادك أحب إليك، لا يا عمر حتى تكون آبائك أحب إليك؟ بل أقره وقال الآن يا عمر خلاص أك وصلت للصواب. ما دام درت الله ثم الرسول ثم نفسك هذا هو الصح. فهذا مهم جدا في ترتيب الأولويات. وهذا يا أخواتي وبناتي ليس كلام، ما لازمش يبقى كلام كتبتوه في الورقة، لازم يولي واقع. كيفاش يولي واقع؟ صح. أذن الأذان، أذن الأذان صح، وعندك تليفوني صوني يماك تحتاجك، ويماك عادة كي تحتاجك تطول معك، وعندك وليدك يجي يقول لك راجعي لي، وزوجك قال لك هنا رتبي الأولويات. الله قال لك حيا على الفلاح ها، وزوجك قال لك حدي لي حوايجي، وهذا وليدك راجعي لي عندي امتحان، ويماك تعيط لك باش تحكي لك على بابك واش دار فيها ها. ماذا تفعلين اذا كان الترتيب صحيح؟ فوشنو نفسي لما نكمل صلاتي ومن بعد نروح رقم 4 ومن بعد نروح رقم 5 يقدروا كامل يسناو. لكن للاسف علاش انا ركزت ما دام اللقاء كان مع الاخوات والمعلمات، ركزت على فكره كيف تصنعين النجاح، وراح نركز على فكره كيفاش تقدري تصنعي النجاح وحدك. لانه اليوم نجاحات المراه الجزائريه ها واش هي؟ سقسيها قل لها واش معناتها النجاح؟ تقول لك معناتها وليدك يجيب الباك، هذا هو النجاح. لا انا قصدي نجاحك انت، نجاحي انا، نجاحي انا بنتي تجيب لها مكتوبها، هذا نجاح بنتك. نجاحك انت، نجاحي انا راجلي لو كان يدي لا روتريت ويرتاح ويدي صالير مليح ما عندهاش هدف لا انجاز الا انجازات الاخرين. عايشه في الاخرين، عايشه داخل انجازاتهم ونجاحاتهم، وهذا خطا. لذلك تلقاها المهم وليدها يحفظ القران. طيب انت انا ما تحفظيش، هاني نحفز ولادي باش يحفظوا. لا حفظي انت لنفسك. المهم وليدها جاب الباك. على بالك بلي كاين امهات اللي مراجعه ما شاء الله قادره هي كانت تدخل الباك تجيبه،
وعلى ما تدخليش الباك تجيبيه انت؟ علاش تراجعي لهم اليوم؟ راجعي معاهم وسجلي وجيبي الباك وتدخلي معهم الجامعة سيدي. هذا الناس تعرف بك، حققت نجاحك الشخصي، وبالتالي هذه النجاحات مهمة جدا في الحياة. المؤمن، هذه ثاني فكرة لازم نحيوها، المؤمن ماشي الشمعة اللي تضوي للناس وتحرق نفسها، وهذه طبيعة المرأة الجزائرية، شمعة قاعد الدار تضوي لهم وتحرق روحها هي، وكامل تضوي لهم وكامل فرحانين بالضوء تاعها، ومن بعد كي تحرق روحها يشوفوها تحرقت يقولها تستاهلي واش داك، حنا قلنا لك ضوي النار، احنا ما قلنا لكش، كانت عندنا اللومبا صح. فماذا تفعلين؟ شوف المؤمن اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كالنخلة، هاي الشجرة اللي تشبه المؤمن، غرس يمشي مشى، غرس يتفاعى، غرس مش عارف انا كرمة، اي شجرة من غير النخلة تغرسيها في العام الاول برك غير يضروا عليها العام تعطيك زوج حبات ثلاثة، ناس بكري يعرفوها يسموها المدوقة، تقول لك تدوقك بزوج حبات ثلاثة، ما تكونوش الحبات كبار ما تكونوش بنان بزاف، بصح تدوقك العام الاول، العام الثاني تبدا تعطيك المنتوج، الا النخلة. النخلة جامي تعطيك خمس سنين ست سنين تمد لك، علاش؟ واش كانت تدير خمس سنين؟ كانت تخدم في نفسها، كانت تضرب جذورها في الارض، كانت تطوال تكبر، نهار تولي قوية تبدا تعطيك، بصح تولي تعطيك تعطيك حبة تمر شحال فيها فايدة. شفت؟ فقبل أن تخدم الآخرين تخدم نفسها، هذا هو. الناس بكري كانوا يقولون أن المؤمن يبدأ بنفسه، ما كناش نفيقوا. المؤمن يبدأ بنفسه، المؤمن يبدأ بنفسه. احنا نقول هذا كلام تاع بكري، لا، هذا الواقع. هذا الواقع. اللي ما يحبش نفسه ما يعرفش، اللي ما يعرفش يتهلى في روحه ما يعرفش يتهلى في الآخرين. اللي ما يعرفش يرعى نفسه رعاية صحية ما يعرفش يرعى الآخرين.